الحمد لله نحمده أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة أيها الأخوات، الله أكرمنا بفضله ورحمته، خلقنا من لا شيء، أوجدنا من العدم. يعني قد كانت الأرض والسماوات وما كان شيء اسمه الإنسان، فأنشأ الله تعالى هذا الجنس من هذا المخلوق ولم يكن شيئا مذكورا، يعني ما كان شيئا مذكورا ولا متخيلا، ولا إذا صار كيف يصير، ولا هل الرأس يكون تحت والرجلين فوق وتكون خمسة أرجل ستة، يعني ما كان أحد يعرف سابقا ما هو الإنسان. ولذلك جاء هذا الاستفهام ينبه الإنسان ويذكره بأصله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بلى، قد أتى على الإنسان حين من الدهر ما كان شيئا مذكورا، يعني
ولا متخيلا ولا مفهوما ولا. فربنا جل جلاله يعني خلق هذا الإنسان افتطره وأكرمه، يعني الله تعالى هو خالق كل شيء، جميع المخلوقات خلقها رب العالمين، وهناك مخلوقات نشترك معها في الحيوانية، هم يأكلون ونحن بني آدم نأكل، هم يشربون ونحن نشرب، وينكحون ويلدون ولهم جميع يعني يتنفسون ويرتاحون ينامون يستيقظون، مخلوقات مثلنا نشترك وإياهم في الحيوانية. فربنا جل جلاله بيّن لنا أن هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى سخرها لنا، ملكها إياها لنا، يعني ليس بنسب أقرب إلى الله منهم، يعني البقر والبشر في النسب عند الله سواء، الله لا نسب له، الله لا والد له، الله لا مولود له، يعني البقر والبشر في من هذا الباب سواء، لكن الله تعالى لحكمته يعلمها هو فضل هذا الإنسان على كثير ممن خلق تفضيلا، وهذه الأفضلية البشرية عامة يشترك فيها المسلم والكافر والملحد كلهم مفضلون بهذا التفضيل، لكن الفضل الأعظم نعم والشرف الأكبر هو الذي من الله عليه بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام، نعمة لا إله إلا الله، هذا هو المفضل فعلا، بينما الآخر الذي ليس معه لا إله إلا الله ينزل من المرتبة الحيوانية إلى أسفل منها، كما قال ربنا جل جلاله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل جاء على سورة صيغة الاستفهام أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أيها الإخوة، يعني هذا كلام رب العالمين، كلام خالق الإنسان، هؤلاء الناس الذين هم ليسوا على دين الإسلام، والذين في نظر كثير منا أنهم هم سادة الدنيا وهم ملاكها وهم سخرت لهم كل شيء، فتحت لهم الأبواب، هم عند الله ليسوا بشيء، هم عند الله أهون من الحيوان. قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ذلك الذي اتخذ إلهه هواه له فقط. مرة كنت في حدا خروجنا في سبيل الله في سنغافورة، قلت اسمها سنغافورة، وركبنا ذاك التاكسي، عند التاكسي هذا سائق إلهه، يعني إلهه مجسم لبوذا مصنوع من الخشب قدامه في الدركسيون حق السيارة، وبشكل أقبح ما رأيت، يعني إنسان كبير البطن، يعني أقرع ليس عليه شعر، ويفتح فمه كأنه يضحك ولا أسنان له، فلما رآنا نشمئز من نظره قال أنتم ما لكم، ألا تعرفون أن هذا ربي؟ قلنا هذا رب، قال هذا رب، قال لا يعني لا تستقبحوا، يعني قال ما كبرت بطنه إلا لأنه يتحمل مشاكل البشر، وما سقطت أسنانه إلا لهذا الأمر، ويضحك حتى يضحكك، وما مش عارف إيش وكلام هذا. لا إله إلا القضية ليست هذه، القضية في موافقته لما بين الله لنا في كتابه، قال نحن نحب ربنا هذا لأنه لا يتدخل في شؤوننا،
ماذا نأكل، ماذا نشرب، لأننا عايشين مع المسلمين، ماذا نفعل؟ لا يتدخل لنا، بس نحن نسجد له في الصباح مرة وفي المساء مرة، والباقي نحن أحرار في حياتنا، نأكل ما نشاء، نشرب خمر، نعمل ما نشاء، فلا يتدخل في حياتنا. فورا أنا تذكرت قول ربنا: أرأيت من اتخذ إله هواه، بس إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري. تكلمنا قلنا: كيف يكون لك إله؟ شيء أنت صنعته بيدك، كيف يكون لك إله؟ يعني هذا الشكل القبيح والعياذ بالله، وأنت قد جملك الله وصورك وكذا. المهم أيها الإخوة أيها الأخوات، نحمد الله على نعمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، جميع الكائنات مخلوقون لله، خالقهم هو الله، رازقهم هو الله، مطعمهم هو الله. الله يتحبب إلينا وهو غني عنا، يذكرنا بآلائه ونعمه، ذكرنا ببدء خلقنا أننا كنا ترابا، فخلق أبانا آدم، ثم كنا نطفة من ماء مهين، ثم علقة، ثم مضغة، جنين صغير في بطن أمك، ربط الله بين أمعاء أمك وبين سرتك، ظللت برهة من الزمن، هذا طعامك وهذا قوتك، حتى يسر الله لك بعد ذلك السبيل وأخرجك من بطن أمك أجهل ما تكون من خلق الله. يعني سل الجاحد هذا الملحد، وكثير منهم في زمننا هذا، قل له: هل كان في صدر أمك لبن حين خرجت من بطنها؟ قبل أن تخرج من بطنها ما كان في لبن. من الذي وقت خروج اللبن بخروجك أنت؟ هو ربك، علم حاجتك، لا أسنان لك، تأكل به طعام الكبار من لحم ورز وطماطم وخيار، فأجرى لك من ثدي أمك لبنا. نسيت أنت ونسيت أنا، كبرنا، ولكن الله يذكرنا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قال: ولسانا، ولم يقل أسنان، إلا حاجة للأسنان في ذاك الوقت. اللسان هو آلة يعني استخراج اللبن، وشفتين يستمسكان له حلمة ثدي أمي حتى يرضع منها. هذا ما فعل الله بي وبك أيها الإنسان، أنت مربوب، ربك الله رباك، وحين استغنيت من لبن الأم الله سبحانه وتعالى أنبت لك الأسنان، ثم رزقك من رزقه الذي يرزق الناس هو الله. أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا لأن يصنعوا حبة واحدة من رز أو من حنطة أو من شعير ما يستطيعون صنعه. الله خالقهم، الله رازقهم، هو يطعم ولا يطعم، رب العالمين. وسعت رحمته كل شيء، ووسع رزقه كل مخلوق، الحوت، بعض الحيتان في البحار، اللقمة الواحدة لهم 10,000 سمكة كما قال المصورون، 10,000 سمكة لقمته الواحدة، غير اللقمة الثانية والثالثة، غير الفطور والعشاء والغداء، الذي يرزقهم هو الله. ولا ينسي هذا المخلوق الكبير المخلوقات الصغيرة مثل النملة الصغيرة، أصغر نملة في الدنيا أين تعيش؟ الله يعلم حاجتها، طعامها، شرابها، إذا كانت تريد زواج ولا عيال ولا أولاد الله يرزقها، لا يشغله شيء عن شيء، وسع كل شيء برحمته وإحسانه وكرمه، لا إله إلا هو. لذلك هو رب العالمين، ربك أنت، رب الطيور، كيف علمها أن تأخذ من حشاش الأرض لتبني بيتا لها سميكا قويا يمنع الريح والهواء وكذا؟ وسبحان الله، كيف ألهمها أنها تعلق على أطراف أغصان الأشجار وليس على أصولها؟ أصول الأشجار تتسلق إليها الأفاعي وكذا فتأكل من أولادها، فجعلتها في أماكن تعلق عفشها في أطراف أغصان الشجر، لأن هناك لا تذهب إليها الحيات وكذا، من فطنها لهذا؟ ثم تأتي الريح والهواء والمطر وبيت سميك قوي،
وأنا أدخلت أصبعي إلى داخل عش فإذا به فراش أليل من فراشي. من علمها أن تبني الجدار السميك قوي وتجعل الفراش وثيرا؟ ذلك رب العالمين، رب كل شيء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وبعض الناس قالوا الذين يؤمنون بالغيب، فهو يستدل قال أعظم غيب هو الله، كاد أن يرتعد. الله غائب، كيف؟ وكل شيء في الكون يدل عليه، إن غاب الله فمن الذي حضر؟ نعم، نحن محجوبون بكثافة ذنوبنا وغفلتنا، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، كل شيء ينطق بتوحيده، كل شيء ينطق بربوبيته، كل شيء في هذا الكون دال عليه لا إله إلا هو، دال على وحدانيته سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولو اجتمع الأولون والآخرون كلهم لا لشيء آخر إلا ليصنعوا ورقة واحدة من شجرة في ترتيبها وقصها وترتيبها وجعل الأغصان أو العروق الضعيفة أو الدقيقة إليها، وبينما هناك في الوسط مثل العمود التي يستمر ورقة واحدة، ورقة من شجرة لو اجتمع الخلق لا يصنعون. فكم لله من مخلوق دال على قدرته. فنحب إخوتنا، نحب ربنا، ونحبب الخلق إليه، ونذكر الناس بآلاء الله ونعم الله عز وجل، نذكر أنفسنا الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الله، هي الكلام عن الله عز وجل لا إله إلا هو. كذلك من عرفنا بربنا إلا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، خير خلق الله أجمعين، بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، بقلبه المليء من حب هذه الأمة، وكيف أنه انتهز كل فرصة للدعاء لأمته ولدعوة لها، يكون مع قوم مع أصحابه بسفر فيتنحى عنهم على جانب، ثم يقوم ثم يخر لله ساجدا، ثم يقوم طويلا يدعو ثم يخر لله ساجدا، يفعل ذلك 3 مرات، فيسألونه فيقول نعم شفعت، سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني 1/3 فخرجت لله ساجدا، ثم دعوت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني 1/3 الذي بعده، ثم ألححت على ربي في 1/3 الأخير فأعطاني ربي، يعني في سفر ومع ذلك لا ينسى أمته يدعو له. القرآن أنزله الله بحرف واحد، ولو كان هذا لكان مشقة على الأمة. فيقول لأبي بن كعب رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، وأبي أقرأ الأمة في ذاك الوقت ما كان يعرف أن هناك قراءات أخرى، كان يظن أن القراءة التي أقرأه له رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوحيدة. فسمع رجلين كلاهما يقرآن بغير القراءة التي أقرأها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فأتيت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع منهما وحسن حالهما، يعني قال هكذا أنزل. فأبي يقول فوقع في قبل من الشك ما لم يكن في الجاهلية، بشر لا يخلو من وسوسة شيطان. يقول فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريف على صدري وفضت عرقا وكأني أرى الله تعالى فرقا خوفا بضربة النبي صلى الله عليه وسلم، زال عنه هذا الوسواس ورجل الشيطان. ثم قال له يا أبي إن الله أرسل إلي أن أقرأ القرآن بحرف واحد، قلت ربي إن أمتي ضعيفة فيهم العجوز والشيخ الفاني فهون على أمتي، فأرسل إلي الثاني اقرأه بحرفين، قلت يا ربي أمتي ضعيفة فيهم العجوز والشيخ الفاني فأرسل إلي أن اقرأه بثلاث، قلت ربي أمتي أرسل إلي الثالثة أن اقرأه بسبعة أحرف، ولك مع كل ردة رددتنيها مسألة تسألنيها، يعني أنت كنت تسأل التخفيف لأمتك وأجبناك، ولكن منحناك منح 3 خاصة بك
أنت يا محمد سل ما تريد. فما تظنون أنه سأل؟ قال فجعلت الأولى لأمتي وجعلت الثانية أيضا لأمتي. ماذا فعلت بالثالثة يا رسول الله صلى الله عليه ربي وسلم؟ قال وادخرت الثالثة أيضا لأمتي في يوم يرغب فيه الخلائق حتى إبراهيم عليه السلام. ذاك اليوم الذي يرغب فيه الخلائق أي في شفاعتي أنا الكل يرغب حتى إبراهيم الخليل. ذاك اليوم أخرت هذا السؤال لأمتي أيضا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا ما عسى أن نستطيع أن نكافئه إلا أن نحبه ونتبعه وننشر سنته ونكثر الصلاة والسلام عليه. كلما كان الإنسان أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب صلوات الله وسلامه عليه. ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب أعماله، وأحب الأعمال إلى رسول الله هي الصلاة. صلوات الخمس نحافظ عليها، نهتم بأوقاتها ونهتم بطهورها وبأركانها، نكملها وفيها من البشارات ما لا يعد ولا يحصى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم بسنده عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله فذكر خصال ثلاث: وضوءها، قال العلماء وضوء كل ما يسبق الصلاة من طهارة وغسل ووضوء وإلى آخره واستقبال قبلة وستر عورة. يحسن، قل يحسن يحسن. وكذلك ركوعها يعني أركانها من قراءة وقيام أيضا يحسن فيه. قال وخشوعها، وها هنا مربط الفرس كما يقولون. ها هنا كيف نحضر قلوبنا إخوتي الكرام أيها الأخوات، كيف نحضر قلوبنا بين يدي ربنا إذا قمنا إلى الصلاة؟ امتدح الله وأثنى الخاشعين في صلاتهم، فقال ربنا بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. في صلاتهم خاشعون، نخشع في صلاتنا، نحاول قدر الإمكان أن نحضر قلوبنا بين يدي ربنا إذا وقفنا بين يديه. وما يتأكد ذلك إلا بأن نتدبر معاني ما نتلو وما نقرأ، كيف أن الله تعالى مكننا بكرمه وإحسانه أن نخاطبه. يعني أنت تخاطب الله رب العالمين، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فكيف يعني كيف سمحنا لأنفسنا أن نخاطب ربنا وقلوبنا مقبلة على غيره؟ لا إله إلا الله. يعني واحد يكلمك ووجهه إلى غيره. ذلك الإمام الغزالي له كلام عجيب، يعني هو غزالي أبي حامد يقول عندما الاستفتاح دعاء الاستفتاح إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات. قال أنت تقول وجهت وجهي وقلبك غافل، أنت كاذب. كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض؟ وما المقصود منها إلا أنك وجهت قلبك إلى ربك، أنت تقول شيئا ليس لست صادقا فيه. فكيف نحضر قلوبنا بين يدي ربنا في الصلاة؟ هذه الصلاة التي تثمر وتأتي بالخير وتأتي بالإقبال على الله وتنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. نحرص أيها الأخوة أيها الأخوات، خاصة الأخوات، يعني الرجال ربما يساعدهم بيئة المساجد، المسجد يعني خال من الغفلات يعني، ولكن البيوت مليئة مما يجعل الإنسان في غفلة. فنحرص كل الحرص أن نتخذ مكانا خاصا للصلاة في بيوتنا، وكذلك أثناء الصلاة نحضر قلوبنا بين يدي الله عز وجل. وقالوا الذي يريد أن يخشع في صلاته يستحضر قبلها فترة،
فترة يكون في السنن القبلية وذكر الله عز وجل حتى يدخل في الصلاة وهو خاشع، فتثمر هذه الصلاة. كذلك نتعلم العلم الذي نتقرب به إلى الله عز وجل، العلم الذي يقربنا إلى الله، العلم الذي نعرف به ربنا جل جلاله، ذلك العلم الذي يزيد الإنسان خشوعا تواضعا وتقربا إلى الله ومعرفة بنفسه. يعني خير المعلمين أعلم الناس، أعلم الناس على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرف نفسه. تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر نفسه، رسول الله قال وأعوذ بك من شر نفسي، ويقول اللهم إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. يعني هذا يصف نفسه رسول الله، فكيف بنفوسنا نحن؟ ذلك العلم الذي يعرفك بهذه الحقائق. ففضائل الأعمال، العلم الذي يتكلم عن فضائل الأعمال نتدارسه في بيوتنا في حلقات التعليم. أما ما يتعلق بالعلوم الشرعية فنتعلم فرضا ما يلزمنا عمله، يعني لا يسمح للإنسان أن يصلي صلاة بغير علم. تصلي صلاة تعلم علمها، وجبت عليك الزكاة وجب عليك علمها أيضا، دخل عليك الصيام في رمضان تعلم علمه. متى تسأل؟ تسأل في 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 يعني في في تفاصيل العلم واختلافات العلماء وما إلى ذلك. أما الأعمال التي يجب عليك عمله فلا تكتفي تقول أنا أسأل، لست بسائل الناس، أن تتعلم هذا العلم واجب عليك تعلمه، يجب عليك أن تتعلم العلم الذي تعبد الله به جل جلاله. ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه، فنحرص كل وهلا وسائل كثيرة بفضل الله عز وجل. وعلم خلا من ذكر الله ليس بعلم، فنذكر الله في الليل والنهار الصباح والمساء. هنيئا لمن وفقهم الله فجعل ألسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل. قال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام، يعني طرق كثيرة، فأخبرني بعمل أتشبث به، يعني أجعل ركيزتي فيه. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هنيئا لمن وفقه الله، هنيئا للأخت التي يعني جعل الله لسانها رطبة بذكر الله، تطبخ الطعام وهي تذكر الله، تغسل الثياب وهي تذكر الله، يعني تقوم بشؤون أطفالها وهي تذكر الله، في كل حركاتها وسكناتها ذاكرة لله. كم لها من الأجر، بل يتعدى هذا الخير إلى غيرها، فالطعام الذي تطبخه وتسويه يكون إن شاء الله بركة لمن يتناوله، لأنه طبخ بذكر الله. نعم والله الذي لا إله إلا هو. فنكثر ذكر الله عز وجل ونجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله. وبعدين أيها الأخوة أيها الأخوات، هناك فضائل خاصة ببيت الزوجية مش موجودة لغيرهم. إذا قام الرجل من الليل فأيقظ امرأته فصلى ركعتين كتب من القانتين والقانتات، يعني القانتين المطيعين الذين امتدح الله شأنهم، يعني يدخلون في ديوان القانتين بركعتين لله صلّى مع بعض. في الحديث الآخر: رحم الله امرأ قام من الليل، رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ولكن هذا لازم يكون بالاتفاق حتى ما يصير بعدين مشاكل. أنا اتفق أنت وزوجك، ما رأيك نتعاون على قيام الليل؟ إذا ما قمت بنضح في وجهك وهكذا. فبهذا الآن بالتشاور وبالاتفاق إن شاء الله تعالى
نكسب إيش؟ مش دعاء مطوع فلان اللي زارك من بلد فلان ولا جاك من كذا. أنت هنا تأخذ دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعاء محقق ومسبق الإجابة، ها؟ إجابته محققة. رحم الله رجلا قام من الليل، رحم الله امرأة قامت من الليل، دعاء محقق يعني. الله يرزقنا وإياكم آمين وفقه والعمل به إن شاء الله. مستعدين لهذا إن شاء الله؟ مستعدين. وكذلك نخلص الأعمال، نكرم المسلمين ونجتهد في حسن الأخلاق، ننشر حسن الأخلاق. حسن الأخلاق لا نثقل له، ليس شيء أثقل في ميزان المرء يوم القيامة من حسن الخلق. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصور عنده صلاة عبادة طاعة كل شيء، ولكن ما في أخلاق ميزانه لا يثقل. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لفلان له فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. وقيل له فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها، طبعا المقصود هنا غير الفرائض يعني سنة، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط يعني حتى صدقتها بسيطة يعني، غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. هي في الجنة. فهذا هو الأصل، بالأخلاق يصل الإنسان كما في الحديث يصل المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نحسن أخلاقنا ونطيب كلامنا، هذا أمر الله. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين. كذلك هذه الأعمال كلها بدون الإخلاص لله ليست بشيء ولا تفيد أحد. والله تبارك وتعالى جعل شرط قبول الأعمال الإخلاص، أن تكون لوجه الله عز وجل. وبعدين العلماء حدوا من الحدود من الإخلاص، يعني ما يحزن له المرء والله يعني. حين قالوا يعني علامة المخلص ألا يكترث بمدح المادحين ولا يحزن بذنب الذامين. من ذمك أو من مدحك عندك سواء، لأنك تعمل لله عز وجل. بل وأن تحب أن يكون عملك سرا إلا فيما أمرت بإظهاره كصلاة الجماعة والآخر، لكن الأعمال الأخرى تحب من قرارة نفسك ألا يطلع. هذا هو العمل السري الذي يعني يدل على الإخلاص لوجه الله عز وجل. كذلك أيها الأخوة أيها الأخوات، يعني الدعوة إلى الله هي أم الحسنات أم الأعمال الصالحة. بدون الدعوة إلى الله عز وجل هذه الأعمال كلها يعني تندفر وتنتهي. وبالتجربة بل بالقرآن، الله بين لنا كم أرسل من رسل يعني أرسلهم إلى أقوام، من بقي منهم من المسلمين قاموا على الدين فيرسل الله رسولا آخر، وهكذا إلى أن ختم الله الرسل برسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأقفل باب النبوة. خلاص ما يجي رسول آخر، الذي في اليابان والذي في الألمان والذي في آخر الدنيا والذي في نيوزيلندا، نيوزيلندا آخر الدنيا، هذول ما ينتظرون رسول آخر، هؤلاء ينتظروننا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ندعوهم إلى الله، نبلغهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أهم شيء أن يكون في قلبنا هذا الشعور، أن نحن يعني مبتعثين، نحن أمة مبتعثة إلى الناس، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. حتى يتيسر لنا هذا الأمر وهذه الدعوة، نخرج في سبيل الله، والخروج في سبيل الله للدعوة إلى الله، الرجال يخرجون، ولله الحمد وانتشر هذا الخير في مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك النساء مع أزواجهن وأرحامهن
يخرجنا أيضا في سبيل الله. وكم هدى الله تعالى من الناس يعني ببركة الخروج في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل، يعني أعداد لا يحصون ولا يعدون، ونحن كلنا في حاجة. من قال إن الدعوة فقط للكافرين هذا 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 لا يعرف الواقع في شيء. كم من المسلمين من أخواننا المسلمين ومن جيراننا ومن أصحابنا ومن أقاربنا مقصرين في طاعة الله، وكثير منهم ربما يتركون فرائض الله عز وجل. هؤلاء من لهم؟ من يدعوهم إلى الله؟ من يرغبهم؟ إن لم يقم الرجال والنساء جميعا للدعوة إلى الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أهمية الدعوة، فجعل الناس كلهم في سفينة، بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكأن السفينة كانت تبحر في ماء عذب. فقال الذين في الفوق فوق لو أن خرقنا نصيبنا خرقا في أسفلها، الذين في أسفلها، في أسفلها، نعم، قال الذين في أسفلها لو أن خرقنا نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، لأنهم ظاهر أنهم كانوا يطلبون الماء من الذين في فوق، يعني قالوا ليش نتعب أنفسنا ونطلع السلم فوق وكذا، نخرق هنا خلقا من قريب ونأخذ الماء. قال فإن تركوا وما أرادوا هلكوا، هلكوا جميعا، وإن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا. ما في مثال أوضح من هذا، أن الدعوة إلى الله رجالا ونساء هذه سفينة النجاة، سفينة النجاة لنا جميعا وللبشرية جميعا، لأن هذا الكون العظيم ولهذا الرب أعمال ترضيه وأعمال تسخطه، وإذا سخط الله نجأنا الله من سخطه وغضبه، فإن عقاب الله وعذابه لا مثيل له. هو قال في كتابه إن أخذه أليم شديد، فكيف نجو من أخذه بالدعوة إلى الله؟ فمستعدين إن شاء الله كلنا نخرج في سبيل الله دعاة إلى الله وإلى رسول الله، ونشكل أنفسنا إن شاء الله ونسجل الأسماء. الحمد لله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا ونور قلوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات اعمالنا ولا تخجل فيك رجاءنا يا رب العالمين. ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا حقيقه ما نقول وما نسمعه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ارزقنا حقيقة الصلاة ذات الخشوع والخضوع، ارزقنا العلم الذي يقربنا إليك، واجعلنا نحن من الذاكرين، واجعلنا من ذوي الأخلاق الحسنة يا رب العالمين، ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم، واجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف المبتلين، واكشف الضر عن المكروبين، وحق أموات المسلمين، وارحم أهل القبور من إخواننا المسلمين، ولا تفتنا بعدهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير، الله يسلمك. أنا مستعد إن شاء الله حتى يكون تشكيل، جزاك الله خير. ما مستعد؟ مستعد إن شاء الله.